المطعم التركي أو جبل أحد كما أطلق عليه المتظاهرون، مركز القيادة ومحطة راحة المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 25 من تشرين الأول الماضي. السيطرة على هذا المبنى تعني السيطرة على زمام التظاهرات في بغداد بحسب القاطنين فيه، خدمات متكاملة وغرف للنوم وحتى محطات للتسلية. فبعدما كانت بناية مهجورة أصبحت من أهم المراكز الاستراتيجية لقيادة هذا الحراك الشعبي الكبير. المطعم التركي أنت من تبديها من الطابق الأول إذا تصعد القمة الجبل جبل أحد تشوف كل الموجودين هم عبارة عن خريجين عن أعمار ما متفاوتة، يعني عن 21 سنة و30 سنة عايشين إحنا كأنما بيت من هذا الوطن، ونريد نعيش بوطن حقيقي حار أحرار. أول شيء إحنا هنا صارنا من يوم الخميس بيتنا قبل المظاهرات بيوم واحد، يوم 25 باشرنا، ولهذا اليوم احنا مباشرين بهاليوم ارزاق امدادات عندنا نراقينا غراب مجازه غرفنا وفراشاتنا. احنا منا لما ننتصر لما نطلع الفاسدين. صار له 9 ايام المطعم التركي هو هيكل متروك. المطعم التركي رجع صدق مطعم تركي. اول شغله خيم اكل شرب امدادات تنظيف اطباء كل شيء بيها ماكش حتى رصيد يوزعون بيه. فرق التنظيف التابعة للمفارز الطبية ساهمت مساهمة كبيرة في تعقيم وتنظيف هذا المبنى الذي كان يعرض حياة المتظاهرين للأمراض المتعددة نتيجة لتلوثه، الأمر الذي ساهم في تكوين بيئة صحية للبقاء بداخله. وظيفتنا هي المظاهرة بصورة عامة شيء تكاملي، احنا مفارز طبية شعبية يعني أفراد شباب متعاونين بيناتهم، احنا وظيفتنا هنا أن ننظف المكان نعقم المكان يوميا نصعد للطوابق يعني ننظف، لان تعرف هنا اكو عالم هواي وهو اصلا يعني كان مبنى مهجور فعندك علم يعني بالاوساخ والجراثيم وهو كان اصلا اكو كلام انه هو مضروب شعاعنا وفاضل، فاحنا حماي لهاي الشباب ولهاي الابطال ذول الحلوين. بنايه قديمه كلش صار هواي زمان فيحتاج لها لازم تعقيم، والشباب هنا نعقم اكثر من طابق يعني نصعد الطوابق لأن هي بناية قديمة معرضة إلى هواية أمراض. شعارات كثيرة ولافتات متعددة على واجهات المبنى جلها يتحدث عن طرد الفاسدين ومقاضاتهم. أما المتظاهرون المتواجدون بداخله فأعينهم مليئة بالإصرار على البقاء فيه حتى تحقيق مطالبهم المنشودة. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.